دكتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عدو وجع على أوين يبيهي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عمر بن عاص بن نبي مسكيت يحدي سكوي ديو يري يا رسول الله دكت أياد وجع عشهاي مركب النبي ولد عائشة وجع عليها يوري رجع عيلك إني قبان ويشكتان لكن إنكم مشيكتان حواء أمنا حواء مركي لا أبوري أي النبي آدم بملائكته أي كوير آدم آدمو حواء ديك الله جو أبوري ما جعش هاي مركز كوير حواء جعل هاي بكويري مركز حواء الله جو حواء أي أديك أنا آدم درتي بالله جو أبوري ما جعش هاي مركز بيت المي ما جعل بكويري دائما طبيعة دمرك والله جو يقانا لأن حشود كنا بدن إنك وحشود حشود كنا بدن ومكر أورن ما يانجوي لكن حشود كنا بدن إذن عائشة بن النبي قد عائشة تذكر وجع له صلى الله عليه وسلم عمر بن عاص هذا نقول أو ياكل هذا النبي الله مركز الآبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسؤاله وحكى كان عمر بن عاص عمر بن عاص صحابة مجالس فربنا بوكيري نبي قدت كأنه يوجع عليه مركز الله قد ورك فيرسو مركز قد ويدين مساجد مركز قد حويدية سو النبي قد درس بحناية إن مركز النبي قد دتك عائشة نوجع عليه ما يدوم مركز ومجد النبي الله رجع نوجدا أبهد بان وجع عليه بود أبو بكر ثم مركز النبي قد هذا عمر هل كان مركز النبي عمر ينسك أموسا وحنا كبقي إنه صحابة دي سكوا قد دم بيوجع عليه إنه يقدر كان كبقي بيوري مركز هواين كأن لجع على ذا وجع عليه كلاقب دي لا تذكرت هذا لقى شيكتا نبي جن نبي نوجدي عليه الصلاة والسلام